السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا المحترمين أينما كنتم، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بتوقيت صنعاء. وفي هذا التوقيت يحتفل اليمنيون بطبيعة الحال بفوز المنتخب اليمني للناشئين بالنسخة الثانية لكأس بطولة غرب آسيا، وذلك إثر المباراة التي جمعت في نهائي هذه البطولة المنتخب السعودي الشقيق مع منتخبنا الوطني، والتي تعادل فيها الطرفان إيجابيا قبل أن تكلل بالنجاح عقب ركلات الترجيح التي أسفرت عن فوز منتخبنا، وهي النسخة التي تكررت بالفعل شبيهة بالنسخة السابقة من ذات البطولة والتي فاز فيها منتخبنا الوطني للناشئين عبر ركلات الترجيح بعد مباراة ساخنة أكلت الأعصاب. ونعم، قبل أن نذهب إلى الهواء، إذا كان لدينا مشاهد المخرج العزيز من بعض ما تخلل هذه البطولة من أفراح سواء للجماهير الحاضرة في الملعب، ماذا عنها خالد؟ لا أدري هل هي جاهزة أم لا. على كل إلى حين أن تجهز، سنناقش هذا الحدث الذي يعد بالفعل تاريخيا، وإن حاول الكثيرون أن يقللوا من شأنه باعتباره منتخبا للناشئين وباعتبارها دورة للقاء بعض من يصفونهم بالأشقاء في دورة يعني أو بشكل دوري لعدد من الأشقاء، وهي 9 دول في ظل غياب المنتخب الفلسطيني لظروفه الخاصة في هذه في هذه التجربة وفي هذه النسخة من البطولة 10 للناشئين أو لبطولة غرب آسيا. يسعدني حول هذا الموضوع أن ينضم إلي المحلل الرياضي الأستاذ نبيل مصلح. أستاذ نبيل، أولا تهانينا. ألف مبروك لشعبنا اليمني هذه الإنجاز الثاني الأسوي لغرب آسيا. فرحة الجماهير لا توصف، سواء في اليمن ما شاهدنا من مقاطع أو حتى هنا في مصر اليوم مظاهرات ويعني مسيرات كبيرة بعد انتهاء بعد إغلاق شارع فيصل بالعشرين، والمقاطع إن شاء الله سوف تظهر. يعني فرحة الجماهير كانت غير عادية، وسعيدة جدا أن يأتي هذا الانتصار بعد الإخفاق للناشئين بالتأهل لكأس العالم السنة بهذا العام برضه. فكان هذا الإنجاز هو يعتبر ثاني إنجاز يحقه منتخبنا للناشئين، وعلى نفس الخصم هو الشقيقة السعودية وركلة الترجيح. شيء إنجاز أسعدنا وأسعد الجميع يعني، ونتمنى أن نحافظ على هذا المنتخب، لدائما نقول لمنتخب الناشئين هو الرديف الحقيقي للمنتخبات التي تدعم المنتخب الشباب ثم الأولمبي ثم الأول. إنجاز رهيب، خطة محكمة، مدرب سامر فضل استطاع بحنكته هو وعلى النينو ان يقود المنتخب هذا الى بر الامان ويحرز هذا اللقب. 4 انتصارات متتاليه هو انجاز اول مره يحقق. يعني دعني اسالك حول هذه النقطه، هل بالفعل ان ما يحققه منتخب ما هو بفعل مدرب؟ يعني الان هو المدرب الثاني بعد قيس، والاداء ذات الاداء او الاداء ذاته. يعني ماذا لو لم يكن هنالك هذا المدرب او ذاك، والمنتخب بنفس أفراده ونفس تلك التحركات يعني وتلك الملكات ما الذي يضيفه المدرب بالفعل؟ المدرب يعتبر هو نواه أو قلب المنتخبات بشكل عام، أي منتخب كان. إذا المدرب بحنكته وفلسفته كما يقول خطة مدرب، مثلا فريق خاسر في الشوط الثاني أو منتخب خاسر بالشوط الأول، حنكة المدرب هناك تظهر لك بالشوط الثاني كيف سيتصرف وكيف سيقلب النتيجة، كيف سيدفع بلاعبين جدد لينعشوا المنتخب. اليوم منتخبنا الذي حدث هو عكس ذلك، منتخبنا سيطر واستحوذ وضيع فرص بالجملة وكاد أن يخسر المباراة في آخر ربع ساعة. اللياقة البدنية الذي لم ينتبه لها شكل المدرب سامر فضل وعلى النينو، جهاز فني بصراحة محنك يعني. فأنا أقول لك أستاذ عيسى أنه ضروري لأي منتخب هي منتخب ضروري أن يكون جهاز فني محنك طبعاً. وده دراية كبيرة. سامر فضل طبعا مدرب يشهد له الجميع، أولا من حراسة نادي التلال ثم محترف في عمان وقاد وحدة عمان إلى الصعود الدرجة الأولى يعني، وكذلك مساعد المدرب في المنتخب الوطني يعني، مدرب له بصمات يعني. كذلك علي النينو لاعب قديم ولعب منتخبات ويعد الهدف الأول والأبرز الهدف الأول لليمن، وإنجازته رهيبة وشخصية هادئة
ومحنكة استطاعوا أن يقودوا المنتخب إلى بر الأمان وإحراز هذا اللقب. لقب أسعدنا كما ذكرنا الجميع. نعم. خطة كانت جيدة، لعب المدرب بشكل جيد، لكن الربع الساعة الأخيرة هي التي كانت الذي خوفتنا بعد إحراز السعودي هدف تعادل، نتيجة أنه عندما لم تسجل يسجل فيك، فهذا كنا خايفين أن يحدث ويتكرر هذا السيناريو عندما لا تسجل يسجل فيك، نتيجة إيش؟ ضيع الفرص. تفنى اليوم عبد الرحمن الخضر في أضيع أكثر من فرصة، عادل عباس ضيع فرصتين، عبد الرحمن الخضر ضيع أكثر من فرصة، ومع ضربة الجزاء عبد الرحمن اليوم دعني أنتقل بمسألة عبد الرحمن إلى الزميل العزيز سميح المعلمي وهو محلل رياضي وإعلامي رياضي أيضا. مساء الخير أخي سميح. في على ذكر عبد الرحمن الخضر يعني والذي كان نهاية حديث الزميل نبيل مصلح، طريقة بنينكا التي صعقتنا لأول وهلة في أول ركلة جزاء كيف تبعتها؟ حياك الله تبعيثة وضيفك الكريم والمشاهدين. طبعا عبد الرحمن اليوم فيها اللي مكفيه صراحة سبحان الله، يعني ربك سخر وضاح يعني وأنقذ، يعني كان الرجال حيجي ترند يمكن فترة طويلة وخلاص يتحطم يمكن والله، لأنه صحيح. شغل الجمهور مش سهل على فكرة هو في السنة هذه. وطريقة بانينكا يعني هي ما تجيش، يعني هي تجي الفريق كذا مرتاح يكون مثلا ركلة ها يعني كانتها في الوقت هو مضيع وعليه ضغط وأنت صغير يعني لسه ما تتحمل شيء زي كذا، فتروح تشوتها بالطريقة هذه مستفزة، أيضا لو ضاعت مستفزة، لو سجلتها مغامرة يعني فيها. فالحمد لله أن يعني دائما الفوز والتتويج يجوب ما قبله يعني فالحمد لله أنه جاء الفوز. ولا كانت والله مشكلة الأمانة يعني لو ضيع ضربة جزاء، وعلى فكرة حق إيران كمان لما ما رحناش كان أحد يضيعه يعني، كانت مشكلة بس ربك الحمد لله يعني سترها ومشت الأمور الحمد لله. وحقيقة لا ننكر جهود عبد الرحمن الخضر من خلال مسيرته سواء في يعني نعم النسخة السابقة أو هذه النسخة يعني، وربما أنا لم أتابع حتى اللحظات التتويج الأخيرة، لا أدري إذا ما كان هو هداف البطولة أم لا سميح. أنا صراحة ما عندي معلومة على السعودي، أعتقد أنه سعودي الهداف. نعم. أتمنى من المخرج فقط أن يقوم بعرض بعض اللقطات يعني، ونحن نتحدث عن هذه التظاهرة الأخيرة. الجهد البدني والذي ذكره أيضا الزميل نبيل قبل قليل، وأنا يعني كمتابع كنت أخشى من أول وهلة وأنا أتابع المباراة تلك المغامرات، وأيضا الجهد البدني الكبير الذي استهلكه أفراد منتخبنا أو لاعبي منتخبنا منذ الشوط الأول، كيف قرأت تداعيات هذا الجهد وقرأته أيضا في أو تابعته في الشوط الثاني حتى أن الكرات لم تكن لتمرر بشكل سليم؟ نعم فعلا، شوف المنتخب السعودي بدأ البطولة هذه من أولها بنفس الرسم على فكرة، يبدأ يتيح فرصة للخصم يهاجم ويجري ويجاري ويضغط في ملعبه وبعدين خلاص الشوط الثاني يبدأ يهاجمه. منتخبنا فعلا وجهد بدني كبير، خصوصا أنه بين مباراتين يوم فقط، يعني الاستشفاء ما يكفي 48 ساعة يعني، كان في جهد كبير جدا على اللاعبين وعلى وخصوصا رتم المباراه في الشوط الاول. منتخبنا دخل متحمس ومندفع وهاجم وضيع فرص، وكان كل ما يضيع فرص مستعجل على هدف مستعجل على هدف. المنتخب السعودي كان يحاول يعني حتى ما لعبش بنفس اسلوب منتخبنا الضغط على الخصم في ملعبنا، لا احنا كنا نضغط على الخصم في ملعبهم في الدفاع، وهذه طريقه مجهده طبعا تكتيك مجهد، لكن الحمد لله انه مشى مع الكابتن سامر والكابتن علي نونو وظهر هذا جليا في اخر الشوط الثاني. منتخبنا كان بدا ياثر عليها الاعياء البدني وبدا يتعب، ولهذا استقبلنا هدف في اخر المباراه يعني في اخر الوقت، وهو في نفس السيناريو كما ذكرت يعني النسخه السابقه وفي النهائي السابق تقدمنا وبعد ذلك خسرنا او تعادلنا عفوا في نهايه الوقت، وهذا ما كنا نخشاه حتى ان المنتخب السعودي بالضبط. صحيح نفس السيناريو بالضبط، صحيح اللياقه البدنيه تفرق في هذا الشيء، وتكتيك المدرب متى يسرع متى يبدا يبني بالخلف بهدوء، كل هذه خطط. انت ما سالت العزيز نبيل على موضوع المدرب وكيف يفرق، هنا يفرق يا استاذ عيسى في الموضوع على فكره، متى تسرع متى تخفض، هل تلعب باسلوب الضغط على الخصم في ملعبه، هذه طريقه مجهده صح انها تكسبك تغلل الاخطاء وممكن تهدف وما نفعش حاجه طريقك فيها، كلها تكتيكات مدرب واسلوب مدرب على فكره، لهذا المدرب دائما يفرق في الاداء. لو عندك افضل المواهب ما تقدر تديرهم مش حيعطوك شيء المدرب، حتى عاد عندنا في المنتخبات الوطنيه لانه ما في
شيء نفسي، المدرب يقوم بكل شيء، يقوم مسؤول تغذية، يكون هو الطبيب النفسي، يكون هو المدير الفني، المرشد، كل شيء. لكن الحمد لله شكرا لكم. عدل إليك نبيل. توظيف اللاعب سميح، يعني توظيف اللاعب المدرب له الجزء الأكبر برضه، وتوظيف اللاعب في المكان المناسب. يعني لاعبين كانوا جيدين اليوم، بس برضه ركلة الترجيح يظهر أنه حتى لا منتخبنا اليمني أو المنتخب السعودي يظهر أنه ما تدربوش على ركلة الترجيح، حتى نلاحظ الفرق ركلة الترجيح الذي هدرت، كيف هدرت بشكل غريب يعني. نعم طيب. أنا كنت في تواصل، على فكرة كنت في تواصل مع أحد الأخوة اللي هناك الزملاء في مع المنتخب في صلالة، وتكلمت كذا بشكل ودي، قلت أكيد المدرب دربهم على ضربات الترجيح، يعني يمكن توصل. قال من أول ما طلع منتخبنا إلى الدور نصف النهائي وفي كل حصة تدريبية كان يأخذهم يشوتوا ضربة ترجيح، لأنه طبعا التعادل على طول يأخذهم ترجيح مع فيها شوط إضافي وكذا. كان في تدريب صراحة، يعني بحسب ما وصلني من أحد الزملاء في بعثة المنتخب. نعم بس سميح، يعني ما هو متعارف ومعروف لدى منتخبنا، يعني سواء نسخ المنتخبات يعني الكبيرة، المنتخبات الوطنية أو الأولمبي أو حتى الناشئين، لمجرد أن يسجل هدف أو هدفان في مرمى منتخبنا سرعان ما يدب الإحباط في 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 أوساط اللاعبين، بعكس بعض المنتخبات. يعني أنا هنا أضرب مثلا بفرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022، أيضا لا أذهب بعيدا، دعني أعود إلى النسخة هذه السعودية وأيضا سوريا، كيف تلافى المنتخب السعودي النتيجة وسجل هدفين في نهاية الوقت. يعني هل هذه أيضا خطوات يسير على نهجها المدرب أو يأمر بتنفيذها؟ نعم أكيد المدرب له دور في هذه النقطة، وكمان شخصية الفريق صراحة تفرق. يعني العامل النفسي يفرق بالمنتخب لما يكون في ثلاثة أربعة داخل الملعب كذا راكزين ويقول لاعبين يلا عيال يلا بنعوض بنجيبها إن شاء الله بنجيب، هنا يفرق المدرب. طبعا له دور كبير، بالذات إذا جاء الفارق بين الشوطين مثلا، دخل غرفة الملابس وكذا ودخل غيرهم، هنا يفرق متى تظهر شخصية الفريق أكثر. إذا مثلا حصل تأخر في الشوط الثاني على آخر 20 دقيقة والفريق عاد، هنا يفرق طبعا. وطبعا طبعا احنا نقارن يعني، لكن في منتخبات مستعدة صح، في منتخبات عندها تاريخ حلو، عندها شخصية تدخل. على فكرة موضوع التاريخ يفرق في المنتخب، لما أدخل أنا أشوف منتخبنا اليوم البطولة هذه دخلها كبطل سابق على فكرة، يعني أسبق يعني قبل هذه البطولة في 21، هذه تفرق في الشخصية لما تدخل أنت وانت عندك بطولة. الآن منتخبنا الناشئين في البطولة الجاية حيدخل معه بطولتين، حيكون شخصية أفضل وأقوى وعنده ثقافة فوز أيضا، تفرق على فكرة. صحيح. أيضا نحن نتحدث عن عامل الجمهور، ابقى معي أستاذ سميح. بس برضو أنا أقول أستاذ سميح، كلنا بشكل عام كإعلاميين وكمحللين وكذا نناشد اتحاد الكرة، ونشكر اتحاد الكرة على هذا الإعداد الجيد للمنتخب، ولو أنه جاء متأخر لكن المنتخب استطعنا. يعني ناشد اتحاد الكرة أن يحافظ على هذا الناشئين. نفس الوقت الآن إذا انتهت غرب آسيا ليس روح لك للبيت، يجب أن يتم استعدادات أخرى للتصفيات الآسيوية القادمة. يعني معسكرات، تواصل معسكرات اعطاهم فرصة أكبر والاعتكاك الأكبر. أما الآن خلاص حققنا الإنجاز هذا الثاني ونحتفل فيهم وروحوا للبيت، هذا ما يجب أن نستعد. ولا لا أستاذ مولي سميح أنت معايا؟ طبعا مسؤولية الأمانة، مسؤولية الدولة لو جينا للموضوع الأمانة، الحكومة لازم تهتم معنا مواهب تفرح الناس، مفترض أن الدولة تهتم بهذا الشيء وتنظم بعض الأمور والمعسكرات عن طريق الاتحادات. أما أنه نظل على طول يعني نطلب من الاتحاد كل شيء، لأنه الموهوب طبعا والحفاظ على الموهبة هي مسؤولية لاعب أولا نفسه، مسؤولية أسرة، موهبة مسؤولية النادي، وأيضا بعد ذلك الجهات الرسمية كالاتحاد والوزارة في تنظيم المسابقات. لهذا هي مسؤول منظومة، للأمانة هي منظومة كاملة تحتاج رعاية واهتمام. هذه المواهب يعني ثروة قومية والله، وكيف تفرح الناس حتى في ظل غياب الدوري وفي ظل غياب الأكاديمية الرياضية المتخصصة. يعني أنا كنت أتحدث مع بشير سنان في حلقة سابقة وأشرت إلى يعني من خلال متابعتي الشخصية لمجريات كأس العالم التي أقيمت في أندونيسيا، يعني أتفاجأ وأنا أسمع بأن كل لاعب كان يذكر سواء من هذا المنتخب أو ذاك كان خريجا أو يدرس في مدرسة أو أكاديمية رياضية معينة أو ملتحق في أحد النوادي، يعني واحد من بايرن ميونخ والآخر من يونايتد والآخر من يوفنتوس. إحنا فقط يرسل له رسالة بالواتس، تعرف لاعب ثاني ثانوي يقدر يشوت يقدر يضابط وخلانا نلتقي معه بكره لا في الان استاذ عيسى، في الان بدات اكاديميه، يعني كاكاديميه اهلي التعز، منهم اللاعب الاخير هذا اللي سجل ضربه الجزاء نسيت اسمه الان، عبد الخالق اللي اخر ضربه ايوه
يعني هذا أكاديمية أهل تعز. هناك أكاديمية المرحلة أو اللي في عدن، يعني بدأ الآن في أندية تأسس أكاديميات، يعني في جهود أندية شخصية. يعني جهود أيوة جهود شخصية طبعا. الدولة ما أنا نقول سميح حكومة، ما فيش حكومة سميح حاليا معانا، ولا في دولة تهتم بالرياضة إلا اهتموا شأن المواطن أو اهتموا خارجون الطريقة. سميح على مقربة من الحكومة ربما لكن ما فيش حكومة، يعني حكومة حتى الآن وزارة الشباب لو تلقيت الآن كل هذا جهود لاتحاد الكرة ورئيس اتحاد الكرة، وهذا اللي قامت الوزارة حاليا يمكن غايبة بالظهور الآن فجأة بتقدم يمكن دعم أو شيء أو كذا، لكن نتمنى أن تتفاعل الوزارة، الوزارتين معنا وزارتين، وزارة في صنعاء تنهب الفلوس والمادة، وزارة الشرعية بقيادة نايف البكري يعني جيدة، ولكنها غايبة نوعا ما أحيانا بعض عن نعم. التفاعل بشكل مستمر. يعني دعني أشرك معي خالد السودي أيضا رئيس اللجنة الإعلامية لمنتخبنا الوطني أو للاتحاد عفوا. أستاذ خالد مرحبا بك. في كل نسخة وفي كل مرحلة بدءا من منتخب الناشئين أو ما كان يسمى بمنتخب الأمل حتى هذه اللحظة ونحن نلحظ تلك المهارات وتلك المواهب ونقول منتخب الأمل ومنتخب الأحلام، وبالنهاية لن نشوف لا أمل ولا أحلام، ماذا السبب؟ يا مرحبا سعد الله. ألو مساء الورد. سعد الله مساءكم بالخير أخي العزيز وضيوف الكرام ولقناة اليوم الرائدة. في واقع الأمر طبعا هذا نعرف أيها الأخ العزيز أنه المنتخب الناشئين في هذه الفئة العمرية اللي هو ما دون 17 سنة يحقق دائما الكثير من الأمنيات والآداء الرائع الجيد في كل المحافل التي يشارك فيها، لأنه اللاعب اليمني يلعب بالفطرة بالإضافة إلى الإعداد الذي نقوم به في الاتحاد بقدر المستطاع وبقدر الإمكانيات المتاحة. قد يأتي الأحباط فيما بعد في المراحل التالية، وذلك بسبب فترات الإعداد المختلفة للمنتخبات الأخرى. يعني أنت لما تلعب بطولة في سن 17 سنة وتلعب بطولة بعدها بعد فترة وتلعب مباريات إعدادية بعدها بفترات متقطعة تعكس بعدين المستوى على الفئات العمرية الأعلى وصولا للمنتخب الوطني الأول. يعني أنت لعبت الآن مع المنتخب السعودي لسن 17 ما دون 17 سنة. ما هي فترة الإعداد التي ممكن يعد يعني إعداد المنتخب اليمني أو المنتخب السعودي خلال 3-4 سنوات القادمة؟ يعني هناك فارق الإمكانيات المادية وفارق الإعداد والمعسكرات في أوروبا وغيرها تؤدي إلى يعني تفاقم الفارق في المستوى عندما تصعد إلى الفئات العليا، ولكن هذا لا يمنع أن هذا الإنجاز إنجاز عظيم تحقق في وسط أن الناس من وسط الركام الشعب اليمني يطمح إلى الفرحة، يطمح إلى أن يرى العلم اليمني يرفرف في المحافل الدولية والإقليمية والخليجية، لأنه لم يعد هناك من شيء يجمع الناس غير كرة القدم التي أصبحت أكبر من مجرد كرة القدم. نعم المنتخب الوطني أيضا الأول أمامه لاحقا أو في شهر مارس ربما استحقاق آخر في إطار بطولة كأس آسيا والعالم كأس العالم. نعم تصفيات كأس العالم والتصفيات المشتركة لكأس العالم 2026 والتصفيات وكأس آسيا. نعم أنا أتحدث أو أتساءل أو أسأل ما الذي يدور اليوم يعني في أوساط المنتخب؟ أين هم؟ ما هي المباريات الودية التي يفترض أن يقيموها وأين؟ هل هم في منازلهم وكيف يتم الاستعداد للقاء الإمارات في مارس المقبل؟ بالتأكيد أن هناك برنامج معد من قبل المدرب التشيكي اللي هو مشرف على المنتخبات الوطنية السيد ميروسلاف سكوب الذي هو معد البرنامج وقدم البرنامج للاتحاد وتم إقرار البرنامج. سيتم تجميع اللاعبين في الوقت المناسب مع لعب المباريات الودية المتاحة، لأنه حتى تنظيم المباريات الودية مع المنتخبات الكبيرة لها شروطها الآن وأصبحت هناك شروط فنية وتسويقية كبيرة. لكن نحن نحاول على أن متى أستاذ خالد؟ ألو متى أستاذ خالد؟ يعني هذه مداخلة من النبي. يعني المنتخب الوطني الآن متى سيتم المدرب المنتخب متى سيدعي مثلا قبل المباراة بأسبوعين؟ هذا لا ينفع. دائما نحن نقول على سياسة الاتحاد العام أن يتم التحضير قبل المباراة بشهرين كما تعمل الدول الأخرى. صحيح. يعني هذا مشكلة دائما نعانيها. يعني الآن بيجي المدرب سكوب، طيب الاتحاد الحق له يضغط المدرب سكوب الآن لما يجي الآن بيقول لك إنه قبل الماتش حاجة ما تكون حاجة مش حلوة يعني. نعم. قبلها بأسبوعين ولا شيء. دعنا نعطي فرصة قبلها أقل شيء شهر ونص شهرين كما تعمل الدول الأخرى. تعليقك سميح حول هذا التساؤل وحول ما طرحه الأستاذ خالد السعودي.
سميح المعلمي. إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال. سوف إذا خالد كيف تعاقب على هذا التعقيب؟ في يعني صحيح أن هناك منتخبات حسب البرنامج والبرنامج الخاصة بالمشاركات تعمل إعداد من وقت مبكر، ولكن أيضا هناك منتخبات كثيرة حسب المستوى تعد يعني يكون إعدادها أقل شوية، لكن هو في الغالب قبل 40 يوم أو شهر من الـ من الـ من المشاركة أو المباراة القادمة يتم الإعداد للمنتخب في المشاركات القادمة. وزي ما قلت لك إحنا بالجانب الفني هناك مدرب، وهو مدرب معروف أيضا وقد درب في الخليج ويعرف منتخبات الخليج جيدا، ونحن نحاول أن يكون الإعداد في الوقت المناسب وحسب البرنامج اللي معه المدرب. نعم. إذا أيضا ابقى معي الأستاذ خالد السعودي رئيس اللجنة الإعلامية في الاتحاد اليمني لكرة القدم. أن نتحدث عن من كان يمثل اللاعب رقم 12، وأتحدث هنا عن الجمهور والذي لولاه لما كانت لهذه البطولة ولا السابقة نكهة ولا حضور. يعني المنتخب ناشئين في ملعب خارج جغرافيا البلد، وبالتالي ترى المدرجات وهي ملأة بعشاق كرة القدم اليمنية وباليمنيين المتعطشين للفوز الذين هبوا وجاءوا من كل حب وصوب، حتى النساء والأطفال. وأنا أتحدث هنا عن كرة القدم التي أصبحت أكثر من مجرد كرة القدم. على قارعة الطريق وقبل أن نأتي إلى هذا الاستوديو، كانت الطرق هنا في القاهرة العاصمة المصرية مزدحمة باليمنيين الذين كانوا يحتفلون ومبتهجين أيضا بهذه الفرحة. هذه الصور رصدها ضيفي نبيل مصلح قبل أن يأتي، نشاهدها في الفول سكرين شارع الفيصل. يعني مظاهرة كبيرة، يعني فرحة غير لا تصدق، يعني الجماهير طافت الشوارع، وهذه في أحد القهاوي يعني في قهوة الخواجة كما يسمى التجمع اليمنيين. يعني زي ما خالد فول سكرين إذا سمحت بس نشوف. وكان الجماهير بالروح بالدم نفديك يمن، كل الجماهير لحمة، الرياضة هي توحدت الكل. وقت الرياضة يعني فعلا تغيب السياسة. يعني كان الجماهير لو مشهد يبكي، يعني يبكي ويفرح بنفس الوقت من هذا الزخم، حتى بعد لما صفر الحكم بالفوز يعني. ومن قبلها والجماهير موجودة امتلت القهاوي، يعني في الفيصل بالذات أكثر تجمع لليمنيين يعني. صحيح. هذا الشيء جيد يعني. قطعوا الشارع وسووا لنا. فعلا كذا. الأستاذ خالد، أنت أتحدث معك عن الجمهور الذي كان متلهفا وكان خائفا وكان يخشى أن يعض يعني أصابع الألم، ولا أقول هنا الندم على فوات الفرصة. كيف قرأت الحضور الجماهيري في مجمع السعادة في عمان؟ كما تابعت أخي العزيز أنه الجمهور اليمني دائما في معظم دول الخليج عندما يشارك أي منتخب من المنتخبات اليمنية دائما ما يكون هو ملح البطولة وفاكهتها دائما، ودائما ما يؤدي الحضور الجماهيري اليمني إلى نجاح أي تصفيات أو بطولة تقام في الجمهور اليمني. زي ما ذكرت أنت أنه متعطش للفوز دائما، ودائما ما منتخبات الفئات العمرية ما تقدم الوجبة المطلوبة للجمهور العزيز الذي يعد هو فعلا اللاعب رقم 12 مع كل منتخباته الوطنية عندما يلعب. وكما تابعنا أيضا بطولة الدوري التي أقيمت في اليمن، حضور أيضا جيد قياسا بدول كثيرة في نفس الفترة. ولكن السؤال الأهم الذي يجب أن نسأل أنفسنا كإعلاميين أنه موضوع الإعداد وإعداد المنتخبات الوطنية، يمكن كثير من الزملاء لا يعرف مدى المتاعب ومدى الصعوبات التي واجهها الاتحاد اليمني لكرة القدم في الإعداد نتيجة ضعف الإمكانيات المالية وعزوف وزارتي الشباب والرياضة في صنعاء وعدن عن أي دعم لنشاط كرة القدم سواء الداخلي أو الخارجي. هذه مصاعب يجب أن نركز عليها حتى لا يكون مواعيد الفرح عندنا هي وقتية فقط. عندما يفوز منتخب الناشئين يظهر الجميع في الساحة، وعندما تأتي مراحل الإعداد ومراحل تنظيم البطولات ومراحل إعداد المنتخبات يغيب المسؤولين عن الذين أو يتنصرون عن ما هو واجب عليهم من الصرف على شباب اليمن ومنتخباته سواء كان في كرة القدم أو غيرها من الرياضات. لكن زي ما قلت لك أنه كرة القدم خلال فترة 10 سنوات من الحرب التي تدور روحها في اليمن، لا زال اتحاد كرة القدم بجهود ذاتية يصارع ويكافح، ومن أجل أن تستمر هذه المشاركات ومن أجل أن يظل العلم اليمني خفاقا في المحافل ولدى
يعني سواء في دول الجوار أو في المحافل الدولية وخاصة منها في البطولات الآسيوية. تحت ربما نقطة لابد أن تطرح، يعني فيما يتعلق أستاذ نبيل بوزارتين للشباب والرياضة، الإمكانيات لا تسمح، ليس هنالك دوري يليق بالدوري أو يعني مواكب لما يعني نعم، وأيضا ليس ثمة اهتمام بأي نشأ أو أي شباب، هنالك عوائد تصل إلى الصندوق هذا والصندوق ذاك، أين تكمن المشكلة؟ احنا احسن غيرنا معنا ثنتين وزارات فعلا هذا صح يحسب لنا الدولة. انا قد تكلمت، انا اوضح للاستاذ خالد ان تكلمت فيها قبل بانه فعلا وزارتين، هناك الفلوس تهبر وهناك في التفاعل ضعيف، في عدن مثلا التفاعل ضعيف، ولا في صنعاء الايرادات ضعيف بالرغم من اكثر ايرادات تورد في صنعاء يعني ولا الاتحاد الكره لم يشوف اي. انا تكلمت قبل ما يتكلم الاستاذ خالد بان الكل سيغيب، لكن وقت الان وقت الانجاز سيظهر الكل، من رئيس الدولة حتى النواب حتى كذا يظهر كلهم انهم كانوا يتصوروا عشان يتصوروا يعني، لكن وقت الاعداد فعلا الكل يغيب ويتحمل اتحاد الكرة، ونحن بالرغم نحن دائما نتحمل الاتحاد الكرة الا نشكره بانه عد المنتخب بالرغم انه اعداد على فكرة كان قصير، لكن لاعبينا الناشئين هم دائما يعني الروح المعنوية موجودة لديهم، الاعداد كان قصير حوالي 15 يوم او 20 يوم المعسكر في المكلة، يعني لو تقارن معسكر ضعيف جدا وقليل. وقد لكن المعلق العماني يقول ولا بد ان هذا المنتخب قد اعد العده وتجهز مش له. مش عارف ان احنا لنا جلسوا يجمعوا اللاعبين و15 يوم بالكثير و17 يوم اعتقد، لو الاستاذ خالد برضه يدري بالكلام ده، يعني عسكرنا في المكلا وفزنا على المكلا وتضامن المكلا يعني عدوا التضامن المكلا يمكن مش الفريق، المهم فزنا عليهم عدينا وفوق ذلك، بس الروح المعنويه وناشئينا طبعا قدرهم تجربه من المشاركه السابقه، سته لاعبين او خمسه لاعبين هم تجربه سابقه وهم الذين ماسكين المنتخب بالشكل الصح، اضافه لذلك ان المدرب كما تطرقت لك قلت لك المدرب سامر فضل مدرب محنك وعلي النينو استطاعوا توظيف اللاعب في المكان المناسب، اللاعب المناسب في المكان المناسب، وان كانت الانانيه هي موجوده دائما، احنا منتخباتنا الكبار والصغار يعني الانانيه تظهر دائما احيانا على الفرص يعني فرص هبلة نجعلهم نحن ما نجعلهم انانيين، لماذا عندما نسبح بحمد احدهم ونتجاهل الاخرين هناك شهية الأهداف وشهية الظهور تظهر خاصة في مرحلة سنية معينة، النفخ الزيادة يعني نعم. وشوف اليوم عبد الرحمن الخضر كيف دق نوعين، ومن طريقة بانينكا إلى جرانديزر لا ضيع ضربة جزاء المفروض انه حتى ما كانش شوت ال هو المفروض، انا استغربت على فكره المدرب كان المفروض المدرب ما يعطيش لانه اعصابه كانت نفسيا ايوه نفسيا كان المفروض ما يعطيش ضربه الجزاء الاول واخرها كان. استاذ خالد ابقى معي دعني اشرك معنا ايضا الزميل العزيز احمد الضامري وهو معد ومقدم البرنامج الرياضي المعروف اهل الرياضه. زميل احمد سرقنا اليوم عليك اهل الرياضه صح، لكن الفرحه مواكبه تمام للفرحة الجميلة يعني في أعقاب فوز منتخبنا الوطني للناشئين، والتي في هذه الأثناء وأنا أتحدث إليك الألعاب النارية تجوب عدد أو سماء عدد من المناطق اليمنية ابتهاجا بهذا اليوم، كيف تابعت المباراة وما هي ملاحظاتك حولها؟ مساء الخير لك أخي عيسى، وخذ راحتك يعني في اليوم فرحة كبيرة، وأنا يعني في غاية السعادة بهذه الأجواء، لأن كرة القدم تصنع السعادة فعلا وهي حلوى الفقراء إذا ما أجزنا التعبير بهذا المصطلح. أتمنى دائما 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 وأكرر هذا الحديث أن البطولات التي أستاذ أحمد أنا آسف أنا ضحكت، ليش ضحكت؟ ربما أنت تتابع معي هذه اللقطات الظاهرة الآن. لا أنا للأسف في مكان لا يوجد فيه تلفاز يعني. هذا من أحياء القاهرة ومن أحياء الجيزة، تبدو محافظة يمنية، خرج الصغير وخرج الصغار والكبار وكلهم يرفعون الأعلام اليمنية والكل يصور الكل ويحتفل مع الكل، والعفو منك يعني استطرد ما كنت تتحدث عنه. أتمنى أن تخلق هذه الأجواء يعني دافع لكثير من المشتغلين بكرة القدم اليمنية وبالرياضة اليمنية عموما في إعادة صياغة منظومة كرة القدم في اليمن. ماذا نعني بإعادة صياغة المنظومة؟ هل تقصد تغيير جذري للهيكل؟ نعم تفضل. لا 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 يمكن لا يمكن أن يكون لديك هذه المناجم من الموهوبين ولا يوجد لديك مسابقات ناشئين في البلد تمارس فيها كرة القدم بشكل منتظم وبشكل حقيقي يتيح للأجهزة الفنية البحث عن المواهب بأريحية واختيار المناسب العمر المناسب، وكذلك تستطيع أن تصعد وتذهب إلى أماكن بعيدة
الساسة للأسف الذين يديرون الحكومة وأيضا يعني كثير من المسؤولين يجب أن يهتموا بكرة القدم. وهنا أشرك جهات أيضا إلى جانب اتحاد الكرة في العمل المنظم واستغلال هذه الأجواء لأيضا جذب رجال الأعمال في والقطاع الخاص في تبني هذه المواهب، ولكن بالاشتغال بطريقة صحيحة عبر إرسال بعض هؤلاء اللاعبين في إطار بروتوكولات مع الدول العربية والاحتكاك بأجواء أفضل وبمناخ أكثر احترافية من العمل في إطار كرة القدم اليابانية الذي نعم. يتسم بالعشوائية في الداخل. نعم، علق أو كيف تعلق على ما ورد من تعليق الأستاذ خالد السودي؟ من؟ خالد السودي يذهب إليك. أستاذ خالد، هل أنت معي؟ أهلا زميلي الأخ العزيز أحمد الضامري المقدم المتميز والناقد الرياضي الرائع، وأنا أثني على كلام الأخ أحمد فيما يتعلق بحديثه، وهو خبير في الرياضة. يمكن أنا غفت فترة من الفترات لا هو، لكن هو استمر وعنده أفهم تفاصيل كثيرة في أهم التفاصيل أو تفاصيل التفاصيل فيما يهم يعني مهم كرة القدم اليمنية، وخاصة فيما يتعلق فعلا بالدعم الناس، وهو الجانب الحزين ذكرناه قبل شوية يمكن قبل ما ينضم لنا الأخ أحمد، هي موضوع الدعم الحكومي. ولأنه يعني هناك يعني فهم خاطئ بالنسبة لدور اتحاد كرة القدم عند كثير من الزملاء أنه هو الذي يمول، يعني الاتحاد كرة القدم يمول أشياء بسيطة وحسب برامج حسب ما يأتي حتى من دعم من الاتحاد الدولي أو الاتحاد الأسيوي، لكن قضية إعداد الشباب والمنتخبات وتنظيم البطولات الداخلية له علاقة أيضا بمنظومة العمل الحكومي الموجودة في كل دولة. وزي ما تكلمنا قبل قليل أنه موضوع إعداد المنتخبات وتنظيم البطولات الداخلية، مثلا تنظيم بطولة الدوري التي جاهد الاتحاد العام لكرة القدم لتنظيمها على مجموعتين، وطبعا بعضهم سماه دوري سندوتش وبعض اختصر، لكن هي الأندية نفسها هي التي اختارت، يعني عندما اجتمعوا مندوبي الأندية عرض عليهم أنت كاتحاد أنت جهة منظمة تنظم البطولة، بين توفر الجانب الأمني، توفر الملاعب، توفر الحكام، توفر الجانب المختلفة اللوجستية فيما يخص البطولة. أما تمويل الدوري الأندية هي التي تمول نفسها، يعني يعني أنت عارف حتى على المستوى الأوروبي أو حتى على مستوى مصر التجربة مختلفة تماما. هذه العوائق الموجودة وعدم الدعم الحكومي أو عدم الإدراك لأهمية الرياضة، أتمنى أنه فوز منتخب الناشئين بهذه البطولة الكبيرة التي صنعت الفرحة لدى الناس على مستوى على مختلف مشاربهم، أتمنى أن يعني رجال الأعمال ومسؤولية الدولة أينما كانوا يتجردوا عن كل الجوانب السياسية والعوائق السياسية اللي موجودة بين الناس، ويعرفون أو يتأكدون أن كرة القدم هي التي تجمع اليمنيين تحت سقف واحد، ويكون دعم الرياضة مجرد تماما لمجرد دعم كرة القدم ومشاركات المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية والإقليمية، وذلك من أجل أن تسوق لبلدك، من أجل أن ترفع اسم اليمن عاليا وعلمك يظل خفاقا في المحافل الدولية والإقليمية وغيرها. أشكرك جزيل الشكر خالد السودي رئيس اللجنة الإعلامية في الاتحاد اليمني لكرة القدم، والشكر أيضا موصول للزميل العزيز أحمد الضامري موعد ومقدم برنامج أهل الرياضة. وقبل أن أشكرك أستاذ نبيل، يعني كثر الحديث أو كثرت المناشدات فيما يتعلق بإعادة النظر في المنظومة الرياضية، منظومة الاتحاد، وعقب كل دعوة ثمة عذر ينبري من ركام هذه الدعوات. متى ستصلح هذه المنظومة وما هي العراقيل وأين يكمن الخلل، سواء على صعيد احتواء هذه المواهب أو يعني الرقي بدوريتنا إلى أقل شيء مستوى يشكر عليه؟ يعني صحيح كلامك هذا صحيح، أنا دائما ناشد بتغيير المنظومة الرياضية إلى الأحسن، بس كيف تغير إذا كان الأساس خربان؟ الأندية نفسها هي خربانة، يعني عندما تجد أنه بعض رؤساء أندية الشيخ فلان والشيخ فلان لا يفهموا بالرياضة شيء تمام، وذلك يصعد، يعني مثلا إداريين أحيانا ما يفهموش بالرياضة شيء، كلها مجاملات. يعني الآن صعب مثلا أنك تقول تغيير الاتحاد، منظومة الاتحاد ده كان منظومة الاتحاد فاشلة، لأنه الأندية كلها زي ما الكل يناظر من الأندية كلها في جيب الشيخ، فصعب أنك تؤسس منظومة رياضية صح. الآن شوك الاتحاد الكرة الشيخ العيسي اشتغل الآن فترة الأخيرة أسس لجان وهكذا، لكن نقول للشيخ اللجان هذه ماذا عملت؟
حسام السنباني رئيس لجنة الطوارئ ماذا عمل خلال سنتين؟ لا شيء. يعني كل المنظومة الآن، إذا كلنا نطالب بتغيير المنظومة، بس التغيير المنظومة من فين يتم؟ على أساس يتم من القاعدة، من القاعدة الأدنى الأندية، على أساس كيف تطور الكرة. أول شيء الأندية، نطور الأندية حقتنا بإداريين محنكين، إداريين لعبوا كرة قدم فقط. نحن إيش نريد؟ الناشد إيش؟ أصحاب رؤساء الأموال هم الذين يتواجدون بجانب هذه، بجانب هذه الشخصيات عشان الدعم المادي، لكن الرياضيين هم الذين يسيرون الرياضة، وهم الذين سيبنون الاتحاد الكرة، هم الذين سيدعمون بلاعبين وفرق ومنتخبات قوية في المستقبل. لكن طالما والأساس خارب إذا صعب. نعم الله يستر. مهم عمر البارك أيضا، شخصيات كثيرة رياضية، سامي كلهم كانوا متواجدين في منصة ضمن الطاقم الفني، وأيضا علي النونو هداف منتخبنا، وتلك الأصوات التي غابت نتمنى أن تجدد وتحضر. يعني ربما اليوم كنا نشكو من غياب محمد البرواني الذي كان هداف النسخة السابقة، ولا أدري يعني سنة تجاوز، تجاوز السن، تجاوز تجاوز السن، اعتبروه منه تجاوز السن. إذن أنا لا أدري لماذا لم تظهر صور رفع الكأس، الزملاء جميعهم كانوا فريقين. يكفيك صور فيصل يا أخي اللي بدعنا فيها وصورنا لك، يعني إيش على فكرة الصور ربما توحي لك من أول نظرة بأنها بالفعل من 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 قلب اليمن. يعني فعلا الجمهور كان جمهور غير عادي، والتفاعل يعني بالفيصل نقطة تواجد اليمنيين. يعني لما فاز الأهلي على الاتحاد ما سووش المصريين كذا لما فزنا على الناشئ. كبسة الكبسة، بس نحن نقول نحن الكبسة كررها يعني الجمهور. تحية لمصر وأهل مصر، ومبارك علينا جميعا هذا النصر الجميل والذي جاء في زمن الحزن وزمن الدموع، ولكن أقدام لاعبي منتخبنا الصغير دائما ما تصر على أن تخط وترسم البشاشة والفرحة في وجوه كل اليمنيين، لا سيما أولئك الذين حضروا وجابوا الطرق وحضروا من كل مكان للحضور لمساندة ومؤازرة. لي ملاحظة بسيطة قبل الختام، نتمنى أن اللاعبين حقنا يبعدوا الأنانية زيادة في المستقبل، يعني لذلك نتمنى الآن أن لا يتم إجراء تكريم والأمور هذا. ممكن تكرم اللاعبين مبالغ معقولة، لكن كما يقول التجار 10,000 دولار ومدري، هذا نتمنى أن يتم جمعها في صندوق وإعداد منتخب صح؟ صحيح. يعني يعطى اللاعب برضو حقه تكريم لائق وهكذا بمبلغ مالي محترم، لكن في مبالغ مثلا أو مبالغ هناك تعلن وهمية نتمنى أن يوفي فيها، أنه في بعض صحيح. الكأس اللي قبل سنتين حققناها في لاعبين قالوا له ما استلموش، يعني بس كان إعلان فاعل الفاضي. وأنا شاهد يعني على حالتين بالفعل. فنتمنى المبالغ أن تجمع ويتم إعداد منتخب للأيام القادمة، للمسابقات القادمة آسيا التي أهم، تصفية آسيا أهم، تصفية كأس العالم وما أدري. أشكرك جزيل الشكر المحلل الرياضي المعروف نبيل مصلح. شكرا لك. وتهانينا مرة أخرى. شكرا. فاصل قصير مشاهدنا وأعود إليكم، ابقوا معي.
عادوا لمن؟ هل الأرض عاد لها ذياسا؟ لمن؟ لأجل اليمن يسجل أول أهدافه المنتخب اليمني بواسطة عبد الرحمن الخضر، يتقدم ويتوغل ويغالط المدافعين ويسجل أول أهداف. النهائي هنا في مجمع السعادة تذهب عند حارس المرمى، بينما هنا المحاولة الثالثة جول الثالثة ثابتة بواسطة عبد الرحمن الخضر، يسجل أول أهداف النهائي هنا في مجمع السعادة. الجماهير اليمنية صغارهم وكبارهم، نساؤهم ورجالهم، كلهم يحتفلون بالهدف الأول. تهنينا لمنتخبنا الصغير، ولو كنا يعني وإن كنا نتمنى أن تكون اللقطات أكثر توفرا، لأن أكثر من 8 أهداف سجلها منتخبنا على مدى بضعة أيام شارك فيها في عمان وهناك تحديدا في مجمع السعادة، ولكنها طبخت بشكل سريع ولكن النصر حقق أخيرا. كان ثمة فقرات كثيرة ينبغي أن تكون حاضرة في حلقتنا لهذا اليوم، ولكن سعادتنا بمنتخبنا اليوم وبهذه الفرحة الكبيرة ربما جعلتنا نأخذ حيزا أكبر لنسلط الضوء على هذه الفرحة مع محللين رياضيين وأيضا زملاء إعلاميين ومتخصصين أو مختصين ومعنيين في الاتحاد العام لكرة القدم. في فقرتنا الثانية التي سنختم بها هذه الحلقة، ثمة فنان يمني من أوائل أو من أبرز الفنانين اليمنيين الذين تخصصوا بصناعة العرائس والدمى. صدام العدلة نفذ مؤخرا ورشة صناعة للعرائس وتمثلت بشخصية حنظلة، ورشة تطورت تطرقت للقضية الفلسطينية مع مؤسسة دار الهلال الصحفية، وقبلها أيضا نفذ عرض طائر الشمعدان وهو أول عرض مسرحي عرائسي يمني. صدام سيكون بمعيتي بطبيعة الحال في هذه الحلقة، مرحبا بك صدام. أهلا وسهلا أستاذ عيسى، حياكم الله. فكرة هذه فكرة إيش نسميها، المهرجان العرائسي، تحريك الدمى، إيش تسموه أنتو؟ باختصار هو مسرح الدمى والعرائس. مسرح الدمى والعرائس يضم داخله كل الأشياء. أنا جنبي واحد حالق ضجنه لكن معه ثقل. هذه الشخصية الدندكي واحدة من أهم واحدة من ضمن الأسطورات الشعبية من التراث الشعبي الشفاهي اليمني. شخصية الدندكي هو حاكم بلاد أرض الجنتين، درست القصة أو السيناريو المكتوب في هذه القصة وبدأت أشتغل عليها بشكل كبير، وحاولت قدر الإمكان أنه أتخيل شخصية الدندكي كيف بتكون، فرجعت إلى الصور ورجعت إلى المشاهد الصور القديمة بالنسبة لاستخدام الأزياء وبالنسبة للأشكال، وبدأت أتخيل كيف حيكون شخصية هذا وجسدها بهذا الدمية الذي هي أساساً بتمثل شخصية الدندكي من خلال الأسطورة اليمنية. هذه الدمية الزميل خالد الزميل مصور، أرجو أن تظهر فقط لي الجمهور هو يتحدث عنها وعن هذه الطريقة، الفيس، الوجه وطريقة اللحية وطريقة العيون الغائرة جدا، لأن هي شخصية بتتكلم عن أنه حاكم، وبطبيعة الحال الحاكم بيكون أكثر شخصية صرامة، ولكن في نفس الوقت ساذج أو بطبيعة الحال بيكون شخصية بسيطة على قدر ما بتفاعل مع الناس وبيقدم لهم الشخصية القوية والشديدة. أظهرتها من خلال التصميم، من خلال العيون الغائرة التي أساسا قلبها سوداء، لبست دسمال اللي هو أساسا هو في مناطق تعز وجنوب اليمن. فبالتالي أنا كنت حاول قدر الإمكان أني أدرس النص ومفردات النص، بحاول ترجمها في خلال الصورة من خلال السكتشات، وبعد كده بدأ عملية النحت، وبعدين عملت التصميم الميكانيزم والآلية الحركة، وانتهان بتصميم الملابس الخاصة بالقطعة. يعني ماذا عن الدبلاج والحركة والصوت؟ هي الآن مصممة، هي كنت يعني اشتغلتها لحضور والمشاركة في معرض تشكيلي هنا في القاهرة، كان الهدف منها المشاركة في معرض تشكيلي، ولكن هي بالاستطاعة وبطبيعة الحال انها تقدر تقدم عروض مسرحية للأطفال. وهنا يعني انتاجنا الآخر عرض كان اسمه طائر الشمعدان، هو يعتبر أول عرض يمني متخصص في مجال مسرح الدمى والعرس، استلهمنا من التراث الشعبي الشفاهي اليمني من قصص وأسطورات وحكايات شعبية، صورة درامية رائعة جدا قدمناها للأطفال، وبالتالي العرائس لبست الزي اليمني، اشتغلنا على النص بطريقة كبيرة جدا. هل هو موجود لدينا؟ موجود على الزميل خالد. هل الفيديو متوفر لنتابع جزءا منه؟
يمكن هذا الصورة اللي طلع في التقرير الآن الشخصي حنظلة شخصية حنظلة التجربة الأخيرة اللي احنا عملناها في مؤسسة دار الهلال عن طريق ورشة سمير الورشة الخاصة بمجلة سمير للأطفال. وبالتالي هذا الورشة احنا مستمرين للسنة الخامسة على التوالي، استطعنا من خلالها تنفيذ مجموعة من الورش والذي هدفت بشكل أساسي للعمل مع الأطفال في محيط دار المؤسسة دار الهلال الصحفية ومجلة سمير. الورشة بشكل أساسي بتستهدف كل يوم سبت من كل أول شهر مجموعة من الأطفال المختلفة ومتفرقة، وبتعمل معهم بمجموعة من الورش. يمكن أنا كصدام الشخص اليمني للآن لهم في السنة الخامسة على التوالي، إحنا بنعمل مع بعض في هذا المشروع الممتد تاريخه أكثر من 25 سنة يعني. جميل. طبعا هذه الصور في على هامش الفعالية، لكن أنا أتحدث عن المسرحية كمسرحية التي يتم عرضها، هل هي موثقة أيضا؟ موثقة أيضا، و يعني المسرحية هي تعتبر زي ما قلت لك أخي عيسى، هي أول عمل درامي متخصص في مجال مسرح الدمار العرايس، وكان لنا الشرف إحنا عملنا هذا الشيء من خلال التعاون مع مجموعة كبيرة من الفنانين. إحنا بنقول إن هذا العمل هو نتاج تشاركي حقيقي ما بين 25 مبدع يمني مصري، وهنا رقم كبير جدا. حاولنا قدر الإمكان الاستفادة وتبادل الخبرات ما بين الجانبين اليمني والمصري. وبالتالي وجود يعني 25 مبدع يمني مصري في قالب عمل مسرحي كان أمر صعب كبير جدا، ولكن في الأخير احنا طلعنا بعمل جيد. شارك معنا نجيب عبد الله الفنان القدير، نجيب عبد الله، حسن الجماعي، محمد أبلان، سارة الآغا، محمد القباطي، مياد الورافي كنجوم للأصوات والأداء الصوتي، وإلى جانب الأشخاص الآخرين كالأشخاص المحركين الذين نزلوا إلى الميدان واشتغلوا في آلة التحريك معنا. يعني مجموعة كبيرة من الشباب اشتغلوا بشكل مباشر في الميدان وقدموا هذا العرض للأطفال بشكل سلس ومرن. يعني دعني أقف معك عند مسألة التحريك وآلية التحريك، يعني هذا الطاهش قلت لي اسمه طاهش؟ لا، هذه في دمي اسمها الطاهش، ولكن هذا اسمه الدندكي. هو الدندكي هل يتم تحريكه؟ هو يتم تحريكه لأنه كل مفصلة من المفصلات هي أساسا يعني لها آلية من التحريك، وفي مقابض بتشتغل عليها والمحرك بيستطيع أنه بمسك يعني بواسطة العصا، لأنه الآن مثبت على استاند. في آلية التحريك الشخصية، في أسياخ بتكون في الكف هنا يعني زي ما هو موضح الآن، في أسياخ بتكون تتركب على الكف. الأسياخ هذا وظيفة أن الشخص بيكون هو وراء الكواليس، والدمية اللي بتطلع للسطح للجمهور يعني. فبالتالي من خلال المحاكاة تغيير الأصوات واللعب والمحاكاة بتقدم بشكل أساسي للجمهور. هذا الدمية في الأساس هي صممت أنها تكون دمية للعرض وليست للتحريك، ولكن في مستقبلا إن شاء الله أنه عندي نية أني أشتغل عليها وأقدمها للجمهور بحيث أنها تقدم الحكايات والقصص والأساطير للأطفال بشكل مباشر يعني. وأيضا تتلفز، يعني أتمنى أن تتلفز. يا ريت إن شاء الله، ليش لا؟ إذا كان في مشاريع مستقبلية. أنت قلت لي بأنك سلمت لي الزملاء نموذج من أعمالك. بالضبط. هل هي موجودة الزملاء؟ في تقرير عن الطائرة الشمعدان يعني. لا أدري ما إذا كانت هنالك مادة أخرى الزملاء الأعزاء. المرفوعة هذه للأسف هي هذا واحد من ضمن الورش اللي احنا بنقدمها للأطفال، لأنه أنا بصفة شخصية كصدام عندي إيمان كبير جدا أنه مسرح دمار العرايس هو فن يقدم لكل الأعمار، يقدم للأطفال كذلك يقدم للكبار. وبالتالي من خلال اللي احنا بنقدمه للأطفال احنا بنحاول احنا نساعد على انتشار هذا الفن، لأنه مؤخرا الفن هذا بدأ يعني يوصل لمرحلة الاندثار عربيا، ليس حتى نقول محليا. احنا يمكن التجربة في اليمن ليست ناضجة بشكل كبير جدا. بنبارك أنه هو اليونسكو تم إدراج فكرة الأرجوز ضمن إطار اليونسكو، واحد من أهم التراث وواحد من أهم الممارسات التراثية على مستوى المنطقة العربية، ومصر سجلت الأرجوز بهذا الشيء. ومن خلال التضافر الجهود بالنسبة لنا كمحركين عرائس أو صانعين عرائس أو فنانين على مستوى المنطقة العربية، بنحاول إحنا ننشر هذا الفن من خلال إقامة الورش للأطفال، وبالتالي بنحاول إحنا نوسع دائرة المنشغلين والجمهور بشكل عام في استخدام مسرح الدمى والعرائس يعني. جميل. المضمون، دعني أتحدث عن المضمون، وأنت أشرت قبل قليل إلى أن هنالك اندثارا لهذه لهذا النوع من الموروث، سواء كان شفهيا أو كان محسوسا أو ملموسا. وأتحدث هنا عن الحكاية الشعبية والأساطير اليمنية القديمة، هل ستجسد في هذه الشخصيات؟ بالتعاون مع الأستاذ أروى عبد العثمان، واحد من أهم الباحثين في التراث الشعبي الشفهي اليمني، كان لديها كتاب اسمه السردية اليمنية 60 حكاية يمنية شعبية، استطعنا نحن نشتغل على واحد من الحكايات الشعبية كان اسمها مغراس شمع،
وحاولنا نعمل عليه ورشة كتابة والتبديل القصة وتشذيبها، لأنه تعرف التراث الشعبي والحكايات يكون فيها نوع من المفتردات والمصطلحات، وأحيانا قصة تكون خارج للعادة وخارج للتقاليد، فبالتالي احنا تشذبنا القصة، لأنه في الأساس احنا الهدف من العرض ان احنا ننزل بالأطفال إلى مدارس، فبالتالي لازم يكون في نوع من القيم التربوية، نوع من تحسين المفردات وتشذيب النص، واشتغلنا عليه في ورشة كاملة. كان معنا الدكتور علي الجنفدي، كان معنا شاكر سعيد في ورشة الاشتغال على النص، وتحولت من قصة بسيطة جدا إلى سيناريو متكامل يربطه مجموعة من الأحداث، وفي الآخر بنقدم مجموعة من المضامين كان من أهمها الحفاظ على الأمانة، مساعدة الآخر والقبول بالآخر يعني. فبالتالي هذه المضامين مهمة جدا تقديمها للأطفال من خلال رجوعنا في الأساس إلى الحكايات والأساطير أو الخرافات التي ينفع نحن نقدمها للطفل يعني بشكل أو بآخر يعني. صحيح. أنت أشرت أيضا إلى مسألة الاندثار، وربما نعزو ذلك أيضا أخي صدام إلى الرسوم المتحركة التي طغت على السطح ووفرت يعني هذه ربما كانت تظهر للناس في ظل غياب لذلك بالضبط. النوع الذي كان يعد من أصعب إنتاجه صعبا يعني جدا للغاية بالضبط. الآن في ظل هذه المزاحمة هل سيكون لهذا حضور لاحق؟ في الأخير احنا يعني مش بنكسب الرهان، بس أنا بعتقد أنه أجهزة الأيباد أو الأجهزة اللوحية أو الأجهزة الذكية الطفل الآن أصبح أسيرها بشكل كبير جدا. بس هي في الأخير هي تفاعلية، مسألة التفاعل هي من اتجاه واحد، هو يعني طفل بيتحاول من مشاعره في جهاز سطحي صلب ما بنقولش المشاعر، بس الدمية لا بالعكس، الدمية مجرد ما بيكون فيها نوع من الهالة في بالنسبة لتصميم الملابس والإكسسوار والحركة، بما بالك أنه الشخص المحرك يظهر له ويثريها بشكل كبير جدا من خلال إيحاءاته ومن خلال صوته ومن خلال محاكاته للشخص، فبالتالي أنت بتحس أنه في حد بيكلمك، فبتحس أنه في نوع من الاهتمام بشكل كبير جدا، فبالتالي مسرح دم العرس هو بيكسب بشكل أو بآخر يعني من خلال عملنا في الميدان بشكل كبير جدا. إحنا بنشوف الأطفال متعلقين بالتلفون، بس أول ما تنفتح الستارة تلاقي الأطفال سابوا التلفون أو ممكن يمسك التلفون بس علشان يوثق هذا اللحظة المهمة جدا. صحيح. فبالتالي هنالك روح يعني تشده إليه أكثر من بالضبط بالضبط. وهنا الروح نحن بنشتغل عليها، فكرة إنه كيف تدب الروح هذا في من روح الفنانة اللي هو المحرك العروسة إلى روح العروسة نفسها، لأن في الأخرى العروسة هي شخصية جامدة وجافة ولا تتحرك يعني، بس كيف للمحرك بشكل كبير جدا أن يدب من خلال مشاعره وإمكانياته وأحاسيسه بشكل كامل لهذا العروسة التي في الآخر تقدم نفسها إلى الجمهور بطريقة بسيطة جدا وممتعة بشكل كبير جداً. جدا يعني هذا الشيء احنا بنحاول احنا نكسب الرهان في التواصل مع الاطفال بشكل او باخر، من خلال جلسات العمل، من خلال الرجوع للاطفال في الورش الحيه والمباشره اللي تقدمها للاطفال يعني. نعم. هنالك عبر الزوم الياس القاضي من تعز. حقيقه هنالك الكثير كما اشرت قبل قليل، يعني العديد من الفقرات كان ينبغي ان نسلط الضوء عليها، نتحدث عن تجارب ملهمة كتجربة الصديق العزيز والفنان المبدع صدام العدلة، وأيضا عن فنان صاعد من تعز، وأيضا فوز الشاعر اليمني في مسابقة شاعر المليون، وأيضا كنا نتحدث عن عسكرة البحر الأحمر وعما يحدث في غزة، العديد من الخطوط العريضة اليوم فاتتنا، لكن سأكتفي بهذا القدر. وإذا كان جاهز معي إلياس القاضي. إلياس، إلياس هل تسمعني؟ إذن يبدو أنه لا يسمعني. إلياس إلياس، إذن هنالك إشكالية في الصوت والوقت دهمنا، سوف نعود مع إلياس بإذن الله تعالى في محطة قادمة من ذات البرنامج ليكون معنا ويحدثنا أيضا عن تجربته، وأيضا سيكون معنا العديد من أو أيضا حتى الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية والذي صادف يوم 18 من ديسمبر كان أيضا نقطة لابد أن نمر عليها، وكانت معنا أو يفترض أن تكون بمعيتنا إحدى مدرسات متعز. كلمة أخيرة ونحن نتحدث صدام عن هذه التجربة، هل من يد مدت إليكم سواء كانت هذه قد أصبحت سبة صح؟ يعني مش كثير، بس وإحنا بنقول يعني نتحدث كما كنا قبل قليل نتحدث عن غياب وزارة الشباب والرياضة، نتحدث عن غياب وزارة الثقافة وعن الغياب الكلي لكل المبدعين أو عن كل المبدعين. بالضبط، هي وزارة واحدة يعني ممكن يعني أو منظومة واحدة للأسف، وإحنا دائما بنقول اليد الواحدة لا تصفق، وإنما نقول شكرا لكل الأشخاص يعني الذين آمنوا بالحلم، شكرا لكل الأشخاص الذين صدقوا فكرة مسرح دموع العرس في
اليمن، شكرا لكل الأشخاص الذي ساندوا بشكل أو بآخر. العمل الأخير اللي هو طائر الشمعدان عمل ضخم جدا، اشترك فيه 25 أو 26 فنان يمني مبدع مصري، اشترك فيه أكثر من 20 مؤسسة عربية يمنية، وبالتالي احنا بنقول لكل المؤسسات ولكل الأفراد شكرا لكم، لأنه في الأخير العمل هو ضخم جدا وكبير جدا، وبالتالي احنا بنشكرهم بشكل مباشر. الغياب هو موجود، ولكن احنا مش هنبقى مكتوفين الايدي، ما زلنا احنا بنتحرك وما زلنا احنا مؤمنين بالحلم. وبنقول للاشخاص كل في الفعل يعني انا بشكر كل الاشخاص الذي يعني مؤمنين كانوا بالحلم وساعدوا وقدموا يد المساعده وحتى الكلمات الطيبه، لانه بتثلج صدورنا وفي الاخر هي وصلت صحيح. للاطفال بشكل او باخر. احيانا الكلمات الطيبه تكون بمثابه وطن يحتوي حقيقي. صحيح. انا احييك واحيي امثالك الاستاذ صدام حمزة، وهو متخصص، وربما أنت الأول والأبرز في الساحة تقريبا. أتمنى لك التوفيق. الله يسعدك في شق هذه المسيرة الرائدة والتي قد تعيدنا إلى زمن جميل كنا يعني نتعطش لأن نرى مثل هكذا، يعني كنا نحسب أنها جزء منا ولكنها من عالم آخر ونعيش لحظاتنا حقيقي. معها. أتمنى لك التوفيق صدام العدلة، الفنان والمتخصص في فن العرائس والدمى وتحريكها وصناعتها وإخراجها. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الأعزاء على حسن الإصغاء. انتهت حلقتنا لهذا اليوم من بتوقيت صنعاء، على أمل أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى في محطة قادمة يوم السبت المقبل. في أمان الله.